النهاردة ثالث درس من دورة احتراف لغة كوتلين. احنا اتكلمنا كتير عن الكلاسس والأوبجكت وفهمنا ازاي نصنف الحاجات اللي عايزين نعملها لكلاسس وأوبجكت، ازاي نعمل الكلاس عن طريق الاتريبيوت والاكشنز. دلوقتي هنخش بقى نفهم ليه احنا درسنا كل ده بالنظري عشان نتنقل للعملي. تمام، احنا قلنا اول حاجة ان الكوتلين او الجافا دي هي اوبجكت اورينتد بروجرامينج، يعني لغات تتعامل بمفاهيم الكلاسز والاوبجكتس. تمام، فانا كده اي حاجه هضطر احولها لكلاس واوبجكت عشان اعرف اتعامل معاها وبرمج عليها. تمام، هنيجي للكلاس بتاعنا. عملنا كلاس اسمه بلاير، هنا كلاس نيم، وهنا الاتريبيوت بتاعتها الخصائص نيم ايكوال فاليو، وهنا الاكشنز الافعال والوظائف اللي بتقوم بيها الكلاس دي الاوبجكت ده. تمام، دلوقتي لما نيجي نتعامل في البرمجه بقى هنتنقل للمفاهيم التانية خالص. قلنا ان اي خصائص للكلاس بتتسمى في البرمجة variables، متغيرات variables. تمام، وأي actions بتتسمى methods أو function على حسب، هنعرف مع بعض برضو ازاي. تمام، فلقينا ان ال name وال position هما variables في الطبيعة، يعني هما variables جوه البرمجة قصدي. تمام، فدول بقى هنضطر نتعرف بقى دلوقتي في الدروس الجاية على ال data types وأنواع ال data type عشان نعرف نحدد أنواع ال variables دول. فالنيم ده واضح انه هياخد قيمة نصية، هيبقى متغير من نوع كذا هنعرفه. ال variable ال position ممكن برضه من قيمة نصية، فليه مثلا data type أو نوع بيانات معين هيخزن هنا. في مثلا ال speed السرعة هي data type أرقام، فهنضطر نتعامل مع الأرقام. تمام، فبشكل عام ال variable هنا النيم بوزيشن الاتريبيوت هي اسمها variables والاكشنز اسمها method او function. فمن اول دروس الجاية بنتعامل مع المتغيرات وال variables وال functions. تمام، دلوقتي انا عملت object اسمه ميسي من ال class player، وده منظره برضو. تمام، هنيجي هنا نبص مع بعض على class كده بسيط كوتلين. تمام، مش مهم class player، انا كده عملت class كوتلين. مش مهم لو ما فهمتش اللي هيحصل دلوقتي، لان لسه مع بعض هندرس مع بعض ازاي نعمل كلاس وعملي شرح عملي قصادكم. عملنا كلاس اسمه بلاير، ادينالو تمام، ادينالو اوبجكت، ادينالو اتريبيوت، يعني دول فاريبل او فاريبل نيم ده اتريبيوت وفاريبل بوزيشن اتريبيوت. الكود ده برده مش صح، يعني انا بوريكم بس المنظر العام للكلاس تبتدوا تتخيلوا في الكود. تمام، وعملنا عملنا فانكشن او ميثود للرن اللي هو الجري. تمام، فبالمنظر ده كده منظر الكلاس، كده انا شرحت للكمبيوتر ايه هي الكلاس بشكل عام. هي عبارة عن variables و functions. تمام، مش مهم انك تفهم الاتنين دول، بعد كده نبتدي نتعمق مع بعض ونفهم مع بعض كل ده مش ازاي. شكرا.